احنا النهارده نحتفل مع حضراتكم الحقيقه بعيد ميلاد او ذكرى ميلاد فنانه صاحبه تاريخ فني مميز. هي فنانه مميزه، تركيبتها كلها مميزه، قدرت تعمل لنفسها طابع وملامح فنيه وشخصيه فنيه خاصه بسبب بساطتها وتلقائيتها واحترافها لكل الاعمال والادوار اللي ممكن تكون قدمتها. النهارده ذكرى ميلاد الفنانه عبلة كامل، اللي قدمت خلال مسيرتها الفنيه للشاشه كتير من الادوار المهمه والهادفه في عدد كبير من الافلام والمسلسلات الدراميه والتلفزيونيه. خالتي فرنسا. لا كتير بقى. كتير. عبلة كامل وجه مصري بسيط بملامح بسيطه لكن بيقدر يخش القلب بسرعه. على الهاتف معانا الناقد الفني كريم المصري، نتعرف منه على ابرز المحطات الفنيه للفنانة الكبيرة عبلة كامل، وإزاي قدرت تخش للجمهور المصري ببساطتها وبضحكتها أو بابتسامتها. سؤال، أهلا بحضرتك يا أستاذ كريم، وفي البداية خلينا نتعرف على نقطة الانطلاق للفنانة عبلة كامل اللي يعني كانت بالنسبة لها هي يعني زي ما يقولوا كده إيه، جواز السفر لدخول قلوب المصريين. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدينكم. أهلا وسهلا. طبعا احنا قدام فنانة كبيرة، فنانة نجحت انها تسيب تاريخ كبير جدا. هي صاحبة مكتبة مهمة جدا في تاريخنا الفني، من بداية ظهورها مع يوسف شاهين في وداع بونابرت، واحنا كنا متأكدين ان احنا قدام فنانة مختلفة جدا وموهوبة جدا بوجه مصري خالص بملامح مصرية خالصة، واهم مميزها هي التلقائية. لكن عبلة كامل كان عندها رحلة صعود من نوع مختلف، انها قدرت انها تنجح وتثبت نفسها في المسرح مع محمد صبحي طبعا وجهة نظر سنة 89، ودي كانت البداية الحقيقية ان احنا نكون قدام موهبة كبيرة، علشان بعدها بقى يبدأ الانطلاقة الحقيقية. لكن كانت الانطلاقة الحقيقية من وجهة نظري كانت مع احمد زكي بسواد. هنا عبلة كامل قدرت تثبت انها نجمة صف اول، مش مجرد ممثلة موهوبة وبس، علشان بعد كده بعد النجاح في السينما تروح تفاجئنا في النجاح في المسلسلات في بدايات كتير. يعني بدايتها كانت الشهد والدموع وضمير ابو حكمة والمال والبنون وابناء، ولكن هنا كل دي ادوار مميزة جدا. لا يعني عبلة كامل في الدراما التلفزيونية تحديدا ليها مكتبة مهمة جدا جدا جدا. بس قبل ما نتكلم عن المسلسلات استاذ كريم، عبلة كامل خلينا نقول ان هي بجانب موهبتها لكن هي تجربتها مختلفه شويه. يعني بنشوف انه طبيعي ان كل الفنانين والفنانات مهم جدا ان هم زي ما بيقول يماركتوا لنفسهم، ان كان باعمالهم او 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 حتى بتواجدهم عامه. عبلة كامل تجربه مختلفه تماما. عبلة كامل بالعكس الجمهور طول الوقت هو اللي عايز يعرف هي فين عبلة كامل، هي احنا عايزين نشوف عبلة كامل طول الوقت، هي موجوده بس باعمالها فقط. ايه اللي خلى عبلة كامل تكون متميزه في الحته دي؟ الناس طول الوقت عايزه تشوف عبلة كامل وعايزه تعرف وتعرف عنها اخبار اكتر وعايزه تطمن عليها طول الوقت وعايزه تشوف اعمال فنيه. عبلة كامل تركيبه مختلفه شويه استاذ كريم. الحقيقه انا بتفق مع حضرتك جدا في كل اللي حضرتك قلتيه. الجمهور والمشاهد هو المصري هو واعي جدا 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 جدا. بيتاثر احيانا كتير بالشو، لكن عبلة كامل هي يعني نجحت انها تدخل في قلوب المشاهدين والجمهور عن طريق تلقائيتها، عن طريق اختيارها لاعمالها الفنيه وتنوعها، فقدرت من خلال ادائها عبلة كامل بادائها نجحت انها تسطر تاريخ كبير جدا وتفاعل كبير مع الجمهور. طب برأيك لما عملت بطولة فيلم زي خالتي فرنسا، ليه ما توالتش البطولات بعد كده ليها؟ ليه كانت محطة واحدة؟ لا هي توالت البطولات، هي توالت البطولات في عودة الندلة وبلطية العايمة وخالتي فرنسا، فقدرت في خلال كام سنة انها تقدم بطولات وبطولة مطلقة، وكمان هي قدمت البطولة المطلقة وهي في سن مش سن شباب. ما هو ده اللي انا كنت عايز اسال عليه بالظبط. يعني حتى لو ثلاث افلام متفق معاك، هو الاستمراريه الاهم. يعني ما هو ده شيء بيزعلنا ان نجمه كبيره في المقام ده مش
او السوق نفسه مش قادر يعني يتقبل احنا بنحب الفنان الكوميدي في السن ده او بنحب الشاب الصغير. بالرغم من نجاحها لكن هي في الفترة دي كمان كانت مهتمية بالمسلسلات بشكل كبير، وقدمت التوازن ده في السينما والتلفزيون، لكن هي انقطعت، ونتمنى انها ترجع. يعني ممكن يكون السبب الرئيسي في غيابها عن الساحة لسنين طويلة دلوقتي، حوالي 6 سنين او 7 سنين، ده اللي اثر في انطلاقتها السينمائية من ناحية البطولة المطلقة يعني. طبعا يعني فنانة كبيرة حقيقة قيمة وقامة، عبلة كامل من أكتر الفنانات يمكن اللي خلينا نقول الشارع المصري مجمع عليها أيا كانت الأدوار اللي بتقدمها. ومن هنا من صباح الخير يا مصر طبعا بنقول لها كل سنة وأنت بألف صحة وسلامة وسعادة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني كريم المصري.